السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الوجه المضيء. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، فضلا منكم والإسامة أن أعمونا بلايك والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. سنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن ميزة يجب أن تلغيها من عندك، يجب أن تلغيها من عندك من الفيسبوك. ميزة تقوم بالتجسس على كل تطبيقاتك على الهاتف دون علمك. وللتأكد من هذا الكلام، نقوم بالتوجه إلى الفيسبوك، ومن ثم تذهب إلى الإعدادات والخصوصية، ومن ثم التوجه إلى الإعدادات، وتقوم بالتوجه إلى الأسفل. كما أنتم تشاهدون هذه الميزة يا شباب، النشاط خارج فيسبوك. كما أنتم تشاهدون هذه التطبيقات كلها محملة على جهازي، وكل نشاطات هذه التطبيقات تعود إلى منصة الفيسبوك. وللتأكد من صحة هذا الكلام، نذهب إلى الهاتف. كما أنتم تشاهدون هذه التطبيقات كلها موجودة على هاتفي. نذهب إلى الفيسبوك، ولإلغاء هذه التطبيقات نذهب إلى الأسفل، إلغاء ربط السجل. كما أنتم تشاهدون نضغط على إلغاء ربط السجل، كما أنتم تشاهدون، ومن ثم نضغط على إلغاء ربط السجل. كما أنتم تشاهدون كل التطبيقات التي استعملتها في السابق وكل نشاط هذه التطبيقات يعود إلى منصة الفيسبوك. وبهذا يكون التجسس والتصنت عليك دون علمك. هذا كان كل ما لدينا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.